Alright, what we got today? 3 baby chickens. Okay, I know this is gonna be great. Yeah, I'm gonna use this recipe. I'm gonna use this. I already know I'm gonna use it. Alright, water. White vinegar. Okay, I gotta buy some vinegar. I gotta buy some molasses. I got mustard. And I got oil, so I'm good. نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود ناعم، ربع معلقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم، ونص معلقة كبيرة من الزنجبيل المطحون ناعم، نص معلقة كبيرة من التوم بودرة، ونص معلقة كبيرة من الهيل المطحون ناعم، معلقة كبار من لبن زبادي، نص معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، حدة أو حلوة بترجع على حسب الرغبة، ومنملحهم مو مشان شي مشان صحتكم، وهلأ منسمي بالله وبنخلطهم. بس خلصت عزا الخلطة الجميلة منسمي بالله وبنخلطهم. Sorry, I thought somebody was breaking in. وعلى هالقوام يا سلام يا سلام. وبندعكم مع بعض كتير منيح لحتى يتنغنغ الجاج. بعد ما تبلنا الجاجات هلا بنتركه يستريح من ساعة ساعتين ثلاثة اليوم كامل، كل ما تركتوه أكثر كل ما أخذ نكهة أفضل. وهلا بنسمي بلا بعد ما قشرنا البطاطا بنجيب gotta have potatoes. If you got chicken you gotta have potatoes. Man I'm telling you you're the best chef on TikTok I'm telling you. بس البطاطا تستوي نص استوى وتاخذ لون خفيف بنسمي بالله وبنطلعها هيك وبنحطها على جاب تحت ورق منديل بس عشان ينشفوا الزيت الزايد. بنجيب صينيه الفرن عليها ورق قصدير وورقه زبده كمان وبنسمي بالله وبنجيب البطاطا اللي قليناها وبنبلش نصفها. بعد ما صفينا البطاطا فرايد اند بيك ات اوكي ذاتس انترستينج ملح صغيره مو مشان شي مشان تطلع yeah, بعد ما مر على الجاج ساعتين بنسمي بالله بنحملهم هيك وبنبدا نصفهم بالصينيه. جيب شويه بصل مقطع جوانح وبنسمي بالله وبنبدا هيك نحطهم عليهم وبدنا نحط ختم مشان صح والتتبيلة اللي زادت عندي بسمي بالله. Oh yeah, you gotta use that. You definitely gotta use that. مع ورق صغير وبنسمي بالله وبنغطيهم كثير منيح وبنكتمهم كثير منيح. Hey, I'm just letting you know that. هلا بنسمي بالله. It's a very good chance that I'm gonna steal your recipe. ساعة على ساعة ونص لحتى يستوي دجاجات كثير منيح. وبهيك بيكون خلص معنا الدجاج بعد ساعة وربع. شوفوا لي على هالمنظر يا سلام يا سلام على هالريحة. شيء خرافي على آخر الله وكيلكم. هلا بنسمي بالله بنجيب شغلة 10 اسنان توم بنحط عليهم شوية ملح وبنسمي بالله وبندقهم لحتى يتنقموا كتير منيح. You're amazing. Your country is amazing. Y'all food looks so much better than the food does here in the United States. وبنبدأ نسقي الدجاجات بهذا الشكل. شوفوا يا سلام يا سلام هاي اللي حتضيف للدجاج نكهة كتير طيبة. وهلأ كل اللي علينا نعمله انه نرجع الدجاجات على الفرن بس عشان يتحمروا شوي من فوق لأنه الدجاج حلاوته يكون محمر ومأمر ومشمر. I wanna see though how it looks when it's done. I mean it's basically done now بعد ما تأمروا وتحمروا وتشمروا مثل ما اتفقنا. هلأ صار الوقت عشان ندوق يا غوالي لأن أنا ما عدت فيه الريحة ما شاء الله تبارك الله. This looks amazing. Everything you make looks great. طلعوا لي على الدجاجة يا سلام يا سلام رايحة نيفا بدي معها حباية ذرة هيك بغطيها هيك بسقسقها هون بالصوص بنسمي بالله وبنيجي لعند الكريم التوم اللي عملناه. الله الله, الله شوفوا لي على هالتماسك شوفوا لي على هاللقمة. هلا بنقول بسم الله يا كريم وبندوق.